بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده هكلمكم عن 5 اخبار ساره من الحكومه للمواطنين اليوم، اتعرف عليها. خليكم معايا لاخر الفيديو. الحكومة بتسعى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين ومساعدتهم في التغلب على آثار فيروس كورونا، سواء من الناحية الصحية أو الناحية الاقتصادية. وفي هناك 5 أخبار سارة للمواطن المصري هتساعده على الصمود في مواجهة تداعيات أزمة كورونا والتعايش وفق الاحتياجات أو وفق احتياجاته. الخبر الأول هو خاص باقتصاد الدولة ككل، حيث تخطت إيرادات قناة السويس نص تريليون جنيه خلال 10 سنوات الماضية، وده رقم قياسي للقناة. ده اللي ساعد على ذلك إنشاء قناة السويس الجديدة، قللت زمن مرور السفن وزيادة أعدادها. والخبر الثاني متعلق بالمواطنين، وهو بدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة اليوم، خاصة بعد إشاعات كتير بتأجيلها أو إلغائها، وبتستمر لمدة 10 أيام بداية من النهاردة الحد. والخبر الثالث متعلق بالصحة، حيث انتهت الوزارة من الربط الإلكتروني بين مستشفيات الأقصر والإسماعيلية، حيث تقدم الرعاية الصحية 8000 استشارة طبية عن بعد لمنتفع التأمين الصحي. الخبر الرابع خاص بالتموين، حيث أعلن الوزير المصلحي إن احتياطي القمح هيكفي إن شاء الله لمدة 5 شهور جايين. أما الخبر الخامس والأخير فهو من وزارة التعليم، اللي أطلقت منصة حصص مصر لطلاب الثانوية العامة، وده لتشجيع التعليم الأونلاين ومواجهة تداعيات فيروس كورونا. وفي النهاية ياريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.